بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بعد ماتش ليسبيج الموقف اللي حصل ما بين رياض محرز وبيب جوارديولا كان حديث السوشيال ميديا، وناس كتيره جدا كانت بتقول لك ان الطريقه اللي عنف بيها بيب جوارديولا لرياض محرز طريقه غريبه جدا، وناس تانية تقول لك لا يا جماعه هو ده طبع بيب جوارديولا وبيب بيعنف اللعيبه بطريقه غريبه جدا. وروحوا اتفرجوا على فيديوهات قديمه للتعامل مع لعيب زي كيميتش او التعامل مع لعيب زي ليفاندوفسكي او حتى الخناقه اللي حصلت في السنه اللي فاتت ما بينه وبين اجويرو بعد ما غيره، علشان خاطر هو نفس المدير الفني اللي احنا بنقعد نتكلم على التعنيف بتاعه وبنقول الراجل على حق يا جماعه، وده مدير فني بيتعامل مع اللعيبه بتاعته، تلاقي ان هو مكمل براحيم ستيلينج 90 دقيقه جوه الملعب وانت مش لاقي سبب منطقي ولا لاقي سبب وجيهي ان راحيم موجود جوه الملعب. يعني تمام، خدت قرارات غبيه كتير جدا في الميركاتو اللي فات وما جبتلناش فيرود، ماشي تمام. دلوقتي انت عندك فيرود وحيد في الفرقه هو جابريل جيسوس، انت مطرف جيسوس وحاطط راحيم ستيلينج فيرود ليه بقى؟ انا مش فاهم، يعني لعيبه ما بيعرفش يجيب جوان انت حاطه فينيشر، اللي هو ازاي يعني بيب فلسفتي. طب تمام، انت النهارده اتفاجئت ان السيد رارف هازون هاتل بتاع ساوثهامبتون الراجل نازل بيعمل عليك ضغط عالي، وضغطك العالي بسم الله ما شاء الله لما بتلعب على فرقه بتعمل ضغط عالي عليك، كايل ووكر بيطلع الشغل الجنون اللي عنده في الملعب، اللي هو كايل ووكر ما بيعرفش يطلع من تحت، وبتلاقي انت عندك مشكله اصل نص ملعبك فرناندينيو وخلاص حركته بدات تتقل، وبرناردو سيلفا وجندوجان عندهم ادوار هجوميه ومين فيهم هينزل يستلم من تحت علشان خاطر يطلع الكره قدام؟ هتقول لي جندوجان؟ لا يا معلم، جندوجان بيخش كمهاجم لما الكره بتروح على الطرف علشان تترفع له علشان يكمل، عشان هو الوحيد اللي بيعرف يلعب بدماغه. ليه بقى؟ لان بيبقى متطرف جبريل جيسوس ورحيم ستيرلينج بيتوه كده وسط اللعيبه بتاع ساوثهامبتون، وقاعد تتفرج على عك متناهي طول ال 45 دقيقه الاولى، اللي هو بسم الله ما شاء الله يعني الفريق مش فايق بدنيا، الفريق تركيزه ضايع تماما، وتشوف التركيز دي في حته ان كايل ووكر معاه الكوره معلم خلاص بقى في جنونه شغاله جوه الملعب، وتقعد تقول يمكن الحال يتغير الشوط الثاني بعد بيب جوارديولا يعمل الصح. ايه بقى هو الصح؟ انك ترمي رحيم ستيرلينج بره وتنزل رياض محرز وتدخل جيسوس فيرويد، لان ما ينفعش انك تتكلم في حته ان احنا نحط رحيم ستيرلينج شمال ونطلع جاك جريليتش عشان خاطر ما نظلمش رحيم. لا، جاك جريليتش محطه كويسه وانت بيحضر لك لعب كتير وجو كانسيلو بيميل عليه، فممكن ان انت تسجل اي حاجه من ناحيه جاك جريليتش، او ما بيشوطش بس الراجل بيسند لتحت كتير جدا، فممكن ان انت تسجل من ناحيه جريليتش. اما رحيم ستيرلينج فوجوده في الملعب ملوش اي 60 طلب. انت اول حاجه عملت ايه؟ وقفت الشوط الثاني قعدت اتفرج لحد ما في ضربه جزاء اتحسبت عليك وطرد كايل ووكر، والحمد لله رجعنا للفار والفار قال لك لا يا عم مش ضربه جزاء ولا فيها طرد ولا فيها اي حاجه، خير نلم امها بقى ونرمي رحيم ستيرلينج بره؟ لا، مكملين برحيم ستيرلينج، هنطلع خيسوس وهنطلع برناردو ويلا يا رياض ويلا كيفن عندكم طلع. اللي هو اهي مش ملاحظ انك اتاخرت شويه؟ الفرقه بدات ان هي تضيع، برغم ان سبحان الله يا اخي يعني مفترض ان احنا بعد ضربة الجزاء اللي اتلغت دي الفرقة بقى تقوم ويلا بقى هنرجع ونسجل والجماهير في الاتحاد وكده، بس لا يا معلم مفيش. يا جماعة ادوا يعني رسالة واضحة لليفربول وتشيلسي ان انتوا جايين جامدين والثلاث ماتشات الجايين هنيجي نكسر الدنيا. لا يا باشا انا ما عنديش فلوس. ليه؟ زي ما قلت لك بتعاقب على قرارات غبية اتخذت في المركز. طب تمام نكمل زي ما انا. هل شكيت اي خطورة؟ خالص بصراحة، برغم ان رياض محرز كان بيحنكش ناحية اليمين وكان بيعدي واحد على واحد كتير وكان بيحاول ان هو يلعب عرضيات، بس ما عنديش فرود بيلعب بدماغه يا باشا، انا مستني ناس نيكاي ومستني روبن دياز يطلعوا يزيدوا هجوميا علشان خاطر هما الوحيدين اللي بيعرفوا يلعبوا بدماغهم. بعد ما طلعت خيسوس كمان اللي هو حتى الفرود الوحيد اللي موجود عندي اللي ممكن يلعب بدماغه لو حطيته تسعة انا طلعته عشان خاطر رحيم ستيرلينج لازم يكمل جوه الملعب. طب تمام، رحيم ستيرلينج مكمل جوه الملعب، احلى لعبة عملها كانت في الدقيقة 89 اللي هو يا اخي نخلي فيرود في الملعب علشان خاطر اول كره لعبها كويس في الدقيقه 89، وسبحان الله راح في الدقيقه 90 في عرضيه كره كروس في فودن لعبها حارس المرمى اليكس ماكارس صدها، مفترض بقى ان في الفودن هيكمل ويحطها في المرمى، رحيم دخل في اللعبه وسبحان الله يعني عشان تعرف ان في حظ سيء رحيم كان اوفسايد، اللي هو يا اخي انت حتى حظك منال بسنيله كده يعني سيء، مش بتقدم اي دعم، ما بتعرفش تلعب حته السترايكر، مش هيحطك شمال ولما تجيلك كوره تجيبها جون تطلع اوف سايد. الموضوع متعب ويقول لك ايه احنا جايين بقى وهنكسر الدنيا، نكسر الدنيا مين ده؟ يعني كان مفترض ان احنا نخلص مع هاري كين، كان مفترض ان احنا نخلص مع كريستيانو، كان مفترض ان احنا نخلص مع اي فيرود معدي علشان خاطر ما عنديش اي فيرود، بس انا قررت ان انا اعتمد على فيران وعلى رحيم ستيرلينج وجيسوس هرميه طرف، حاجات غريبه جدا بتحصل بس لما بتنجح بيقال عليها ان هي افكار عبقريه وافكار اعجازيه، بس لما بتفشل وقتها محتاج ان انت تعيد افكارك مش ان انت تقعد تكمل في الهبد اللي انت شغال فيه، بس هي دي اخره الفلسفه عزيزي، ربنا يكفيك شر المدير الفني الفيلسوف اللي بيقعد يحنكش كتير، هيقرفك ومش هتاخد منه نتائج، ولو قعدت تنتقده يقول لك ده تاريخ. هنعمل ايه بقى يا اسطى؟ معلش هارد لك والله على النقطتين اللي راحوا حرق الدم اللي راحوا،
بعد التعادل مع ساوثهامبتون. ربنا يستر في الثلاث ماتشات الجايين. بعد ليفربول مكسر الدنيا قدام كريستال بالاس وصلاح عدى ال 100 وساديو ماني وصل ال 100 ونبي كايت اخذ الكره وقف. انا قلقان بصراحه ما اضحكش عليك، انا قلقان والله من الفرقه دي الوضع الحالي بصراحه، لان انا بدايه الموسم السيتي ما بقاش حاضر بدنيا، السيتي بقى مرهق، يبقى ربنا يستر.